أو إيش الشخص للمرتبطين. طبعا الارتباط مش بس ارتباط في زواج أو خطوبة، في علاقات حب بتكون ارتباط، مثلا ارتباط حب بتكون لها سنين مثلا، أو علاقة جديدة تنفع علاقة جديدة طبعا. فأنتوا خدوها لحسب أنتوا شو وضعكم في العلاقة، زواج، خطوبة، حب، حب جديد، أيا كان. المهم ارتباط، المهم أنتوا مع الشخص مش بعيدين عنه، مش منفصلين. أنت يا برج الجوزاء حاليا الشخص اللي شافك إن أنت مسيطر على نفسك جدا ومهتم بنفسك جدا جدا، الشخص هذا شافك إنك أنت اهتماماتك رايحة لشكلك، لنفسك، لذاتك، مش له كشخص. هو شافك انت في برجك، انت بتحب انك تهتم في نفسك، بتحب الحياة وبتحب المرح والفرح، لكنك قوي العزيمة، وكأنه من الصعب انه يسيطر عليك. الشخص هذا بيحاول يسيطر عليك، وكأنه من الصعب انه يسيطر عليك. فكرة الشخص هذا كأنه من غاز انه مش قادر يسيطر عليك. هو بفكر فيك ككوين اوف واند، يعني الشخص اللي بفكر فيك كشخص جميل جدا جدا، فيك كاريزما عجبته جدا جدا، شخص انيق، شخص لبق، شخص بتحب الجمال، جميل وتحب الجمال، وشايفك شخص انت مسيطر اصلا على عقله، ومسيطر على نفسك، ومسيطر على مشاعره، ومسيطر على كل شيء فيه. الشخص هذا بحبك جدا، وانت مسيطر على عقله لدرجة انه جمالك، شكلك، أناقتك، لبسك، كل شيء مسيطر عليه، على هو الشخص طبعا، وشايف انه انت مسيطر عليه في الشغلات هاي. سيطرتك على نفسك، قيادتك لنفسك، قيادتك لأناقتك كمان. شايفك قائد لمشاعرك، وانت بتعرف امتى تمسك مشاعرك وامتى تتركها. طيب الشخص هذا عشان هيك هو شايفك سلميت، اعتقد هو اللي شايفك سلميت، مش انت شايف سلميت، هو شايفك سلميت، انت رفيق الروح، هو انت الرفيق اللي هو بيحب يضل معي. فالشخص هذا شايفك انت شخص غير عن توقعاته وعن خيالاته. اعتقد انتو مش في زواج، لا، انتو يا اما خطوبة او ارتباط، علاقة جديدة، هاي علاقة جديدة. احكي لكم ليش القوة والضعف هي اللي مبينين. هلا احنا بنحكي في العلاقة عن قوة العلاقة، كيف رح تضل قوية، واذا في شيء اذا راح رح تكون ضعيفة، اللي هو الضعف اللي هي عدم التواصل مع بعض. القوة ان انتو تكونوا حاطين حواجز، او خليني اشوفها اكتر، الصور بين بعض لكن مش عالية جدا، منخفضة قليلا، او كل واحد يعرف حدوده في كل شيء، وحبك لنفسك هو الحدود اللي عاجبة هذا الشخص، او شايفك انك انت عارف قيمة نفسك تماما. فالقوة العلاقة مع هذا الشخص رح تكون فهمك لنفسك وتقييمك لذاتك ولنفسك كمان، مش بس شكلك، لا، كمان حبك لنفسك، وانك انت بتحط حدود للي بيعجبك واللي ما بيعجبك. وكمان على فكرة اذا علاقتكم بدها تنجح، عدم تدخل الاطراف بيناتكم، انتوا في ناس حواليكم كتير وكانها تتدخل بيناتكم وبتحاول انها تفركش هاي العلاقة، فارفع الحدود. لان ليش؟ نقطة الضعف اللي هي الايت اوف وند، ففي كلام كتير، او الاستماع لكلام الناس او كلام الاطراف اللي حواليكم هي اللي راح تهد هاي العلاقة، هي اللي راح تشعل نار في هاي العلاقة. فهم بيقولوا لك حط حدود للأشخاص وللناس اللي بيحاولوا يتدخلوا في هاي العلاقة فقط. واحتمال انه انتو تتواصلوش مع بعض بشكل مستمر، احتمال انتو تتواصلوا مع بعض كل حين وفين، او فيش تواصل فكري بيناتكم، في تواصل روحي لكن تواصل عن طريق الكلام،
عن طريق مثلا انه تفتح قلوبكم لبعض وتفهموا بعض. مش عارف اذا هذه انا حاسسها نقطة القوة، انكم تحطوا حدود للاشخاص اللي بيدخلوا في حياتكم. بس انه يمكن كمان حبك لذاتك، الحدود اللي انت حاططها لنفسك هي صحية، يعني بمعنى انك ما بتخلي الشخص يتعدى عليه، على شخصيتك، على كبريائك، على كرامتك. في هذه القوة ذات نفسها فيها العلاقة أو إلك أنت، هذا الشخص اللي مخلي الشخص هذا يحبك، وهو شايفك هو صلمي. فدائما خليك أنت حامي نفسك وحامي قلبك، ودائما كون شخص مش تقيل ولا خفيف كتير، يعني كون متوسط. طب خلينا نشوف شو نوعية هذا الشخص، شو نوعية معاك الفترة القادمة. الشخص هذا بيفرق عليك، حبك حب مش طبيعي. الشخص هذا حب وشايفك انت بدي، هو بده بداية معاك، وبده الشخص هذا معجب فيك حقيقة لشكلك. أكتر شيء جاذبه شكلك، شايفك انت حاطط حدود بينك وبينه. يعني مثلا انت ترفض العلاقات اللي من غير زواج، علاقات جسدية. الشخص هذا بده يمكن اذا انتوا كنتوا في الخطوبة، فالشخص هذا بده مثلا يعجل في امور الزواج. اذا كنتوا في علاقة حب، فالشخص هذا بده يخلي العلاقة تصعد لموضوع الارتباط والخطوبة. إذا أنتوا كنتوا في زواج، الشخص هذا بده يشتغل على العلاقة عشان يلفت نظرك، وبده بداية جديدة معاك. والشخص هذا مش مخبي عنك سر، الشخص هذا حقيقي أمامك. الشخص هذا بده يظهر مشاعره كلها أمامك، بده يظهر حبه إليك. ف هون حقول إنه من الأفضل، في شيء أفضل. من الناس الشخص هذا شو مخبر عنك؟ معلش اسمعوا بس، أو لا عفوا، خلينا نشوف شو هو الإشي الأفضل اللي ينصحوك فيه برج الجوزاء. ناين بوينت، في إشي أفضل من طريقتك إنك أنت تتعب هذا الشخص بطريقة مثلا الإغراء أو السيطرة على نفسك، وتعرف إنه هو راح يغار. احتمال إنك أنت تستخدم أسلوب الغيرة، تشعل في نور الغيرة. ففي أسلوب أفضل، في بتقدره تستخدم التواصل، توصل مشاعرك لكن بحدود. يعني ما تخليش يخترق الحدود معك، خليك رافع الحدود. أنا الشخص هذا معجب فيك جدا، فأنا معتقد إنه في طريقة أفضل انك تخلي الشخص هذا يغير عليك، يفكر فيك بزياده، ينقض عليك بزياده. يعني حس انه هو فيش وسيله الا مثلا يسرقك، يخطفك، يستعمل اساليب مش مظبوطه. ففي طريقه افضل من انت بتعمله، من انك انت بتحاول تسيطر عليه بطريقه الاغراء، او بطريقه انك انت شخص جميل وكاريزما ومسيطر على نفسك بذات الوقت، او مش مثلا مش معترف له مش معترف له بمشاعرك، وكانك انت هيك حاسس بتطقطق فيه بس هيك حساسي. يعني بشوف انت شو قصدك. هون بيقولوا لك في شيء افضل، في شيء افضل. الشخص اللي صار ميت هو حاسك انك صار ميت، بجذب لك بشكل فظيع هذا الشخص جدا جدا. يعني شوي راح يخطفك حتى لو كنت في زواج. انت احتمال انك بتعبرش عن مشاعرك، لكن بتوظف حركاتك مثلا في افعالك. طب خلينا نشوف كمان الشخص هذا
شوف والله احتمال انتو في زواج، احتمال هذا الشخص راح تزوج احد غيرك او دخل طرف غيرك وخبى عنك هذا السر لفترة طويلة وعنده طفل عن بعض منكم طبعا. احتمال وانت نازل في شغل من تحت طرف السويد زي ما بيحكوها بالسيت ما بيحكوها الحزام. احتمال يكون الشخص هذا ارتبط بغيرك وانتم مرتبطين خلال الارتباط، والشخص هذا انت كشفته لانه مكشوفة حقيقته مكشوفة امامك مكشوفة امامك، وانت كشفته وعملت حدود بينك وبينه واكتشفت ذاتك، وانت فرجيته انك انت اكتشفت ذاتك وسيطرت على نفسك وبطلت اهتماماتك فيه. هيك هو شوية كده نوايا الدبل، نوايا مش حلوة يعني، نوايا يعمل شيء شيطاني. اوف غيظ الشخص هذا منك، غيظ قدم لك فرصة عرض ولا في الخيال، عرض يكون ناري، يكون ملفت للنظر جدا جدا، او احتمال الشخص ده يعرض عليك علاقة اذا كنتوا خارج اطار الزواج، فالشخص ده يعرض عليه علاقة، علاقة متكاملة يعني علاقة جسدية مثلا يعني، وانت عارف ترفع الحدود هي، الشخص ده بده يخترق حدودك كافية، فانتبهي بس الشخص ده. خليك شوي يعني تراجع شوي قصة انك انت تلبس وتغيظ وانك انت علاقات اخرى ودخلت علاقة اخرى، لو فيش عندي قراءة تانية فصلين تبعت فيها اكتر لان فيها قصص كتير. طيب خلينا نشوف للمنفصلين، خلينا نشوف هون شو بيحكوا لنا عامل الان و تسكت. طيب انت عن جد هون هذا شريكك الحقيقي، هون بيقول لك من سنة، من الان حتى سنة. طيب عامل الان هذا الشخص مكسور قلبه عليك جدا 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 يا برج الجوزاء، شو مشاعره من ناحيتك؟ كيف بفكر فيك؟ كيف شافك في الماضي؟ كيف شافك لأنه مش أنا وياهم؟ عايش الشخص هذا يا برج الجوزاء كسر قلبك، وفي الماضي هو عرف إنه هو كسر قلبك. أنت يا برج الجوزاء هو شافك إنك أنت أصبحت شخص مسيطر على نفسك، هو شاعر إنك أنت أصبحت ذو كلمة عظيمة مش زي ما تركك في الماضي. الشخص هذا شافك انك انت احتمال ارتبطت في زواج اخر وكسرت قلبه، او في علاقة اخرى وكسرت قلبه. الشخص هذا بيفكر، خليني اشوف لكم اياها بالضبط، الشخص هذا شعر انه هو يحترمك، يحترمك جدا جدا، وحسك انك انت شخص متدين وانت تؤمن بكلام الله، واحتمال انه انتو اشخاص مختلفين في العقيدة في الديانة او في العادات والتقاليد. انت شخص مختلف عن هذا كليا، شخص هذا مختلف عنك، هو حس باختلافات بيناتكم، اختلافات جوهرية. إما الشخص هذا أكبر منك سنا، أنضج منك، يا إما اختلافات عمرية أو مذهبية أو مسافات. الشخص هذا حس باختلاف كبير بيناتكم، لهيك الشخص مكسور قلب عليك، بفكر فيك بكسر القلب. الشخص هذا احتمال
انك انت كنت مع هذا الشخص اللي انت تزوجته، الشخص ده بفكر فيك في كسرة قلب، او الشخص هذا دخل في زواج وبفكر فيك في كسر قلبك. الشخص هذا يعمل اشي كسر قلبك، يا انت كسر قلبه من ناحية الاختلافات اللي بيناتكم، او هو حاب يكسر قلبك فراح مثلا تزوج دخل علاقة اخرى ايا كان. الشخص اللي عارف انه كسر قلبك وهو كمان مكسور قلب عليك، الشخص اللي مكسور قلب عليك وبيفكر فيه خايف منك، الشخص بتاعك الشخص ده خايف منك من طبيعتك، مش عارف كيف يصالحك او يشافيك، مش عارف كيف يفدي وجهك في الحقيقة، ان هو دخل عليك طرف تالت وهو بدأ بداية جديدة كمان. فالشخص هذا اما تزوج وكسر قلبك، اما دخل علاقة مثل خطوبة وكسر قلبك، اما انتو الاختلافات اللي بيناتكم هي كسر قلبك، قلبك وقلبه، فخدها بالقسطاك وانا تنطبق عليك تماما. الشخص اللي كان شغف الماضي انك انت وحيد، انت كنت في علاقة زواج او علاقة حب خلتك شخص تحس بالوحدة وتحس بعدم الامان، لا معه ولا مع شخص اخر. انت كنت شخص طالع من علاقة او من ازمة مالية خلتك تشعر انك انت شخص مكسور، حزين، مش لا مبالي، لكن خلتك شخص انك انت ما تأمنش للاشخاص. شخص هذا كسر قلبك، كسر قلبك. شخص هذا هو تركك وحيد، او الشخص هذا اجاك وانت طالع من علاقة ودخل حياتك هذا الشخص وهو كمل كسر قلبك، هو كما كسرت قلبك، خلاك انت كنت خارج من انفصال، اما مادي شعور بالحاجة الى المال، او كنت خارج من انفصال زواج. اعتقد يمكن انت معك اطفال او معك طفل او معك حدا، واحتمال انه كان شايفك انت غريب عنه في بناتكم مسافات او في اختلافات بينكم، ايا كان الشخص ده كان شايفك انك شخص اما مختلف عنه او شخص كنت تعبان جدا جدا لما قابلك، لكن الشخص ده اختلفت رؤيته تماما عنك، تماما في الماضي عن الماضي تماما. الشخص ده شايفك انك انت شخص عنيد 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 عنيد، شخص حققت انجازاتك في غيابه، شخص انت كلمتك هي الكبرى هي اللي تمشي، وشخص انت حققت جميع انجازاتك في غياب الشخص هذا، او شخص انت مش فقير ولا اشي، كان ممكن شايفك انك انت لا تملك مال ولا تملك شيء، وتفاجأ فيك الشخص هذا انك انت معك مال ومعك كل شيء، لكن مثلا كنت بتمثل عليه عشان تشوف اذا شخص هذا طمعان فيك او لا. فهو شايفك انك انت شخص عنيد، شخص ذو انتصارات، وانت انتصرت على نفسك وانتصرت عليه، احتمال انه شايفك انك انت العلاقة هي تنشطها وانتصرت عليه وكملت طريقك وكملت عملك وانجزت انجازات عدة من دونه، وقدرت تتخلص من المشاعر السلبية اللي كانت فيك او اللي شايفها فيك. طيب خلينا نشوف وش نوايا، وهل في رجوع ولا لا. هو نوايا استقرار معك حقيقي، استقرار حقيقي، لكن الشخص هذا رجع بتري في بنتك لسه بفكر، الشخص هذا بفكر هل يعود او لا يعود، بس هم عطوك من عام من الان من الان من الان انه راح يصير شيء. الشخص هذا في وضع طلابي، في علاقة أخرى، شخص هذا متزوج أو مرتبط أو شيء. الشخص هذا عارف أنك صغير، الشخص هذا عارف أنك تركك وحيد، تركك آسف بالحياة. الشخص هذا عارف، تأكد كمان الشخص هذا لسه في علاقة،
لكن علاقته الثلاثية، إذا هو في علاقة ثلاثية الشخص هذا رح يطلع من علاقة ثلاثية. أنا أحكي لكم،